انضم إلينا من القاهرة نائب رئيس تحرير بوابة أفريقيا حسين مفتاح. أهلا وسهلا بك أستاذ حسين. إذن يعني كيف يمكن أن نفهم هذا الخبر، محاولة ميليشيا مسلحة يعني دخول مقر حرس يعني المنشآت النفطية عفوا في طرابلس، ما الهدف من هذه المحاولة، وهل يوجد مشاكل جديدة بعد إعادة تصدير النفط وتحويل العوائد إلى البنك المركزي في طرابلس؟ طبعا ما حصل اليوم في مقر المؤسسة الوطنية للنفط في وسط العاصمة طرابلس من محاولة الاقتحام، هاجمت مجموعة على أقل تقدير حسب وصف المؤسسة الوطنية للنفط عصابة مسلحة خارجة عن القانون، قامت بقطع الطرق ودخلت وحاولت اقتحام والدخول إلى مقر المؤسسة الوطنية للنفط في ظل حالة تعبر عن فوضى والوصول إلى الحق بالقوة إذا كان هناك حق من الأساس. أعتقد أن الأسباب الرئيسية وراء ذلك هو بعد التوافق الأخير وإعادة إنتاج النفط واشتراط أن تكون الإيرادات تمر عبر المصرف الليبي الخارجي وبإشراف من المؤسسة الوطنية للنفط وبالتوافق مع إدارة مصرف ليبيا المركزي، إلا أن إدارة مصرف ليبيا المركزي اعترضت على تكليفات المجلس الرئاسي بتكليف إدارة جديدة للمصرف الليبي الخارجي، ما يعني أن هناك حالات من الفساد تحاول هذه المجموعات. نحن لا نستطيع أن نتهم جهة بعينها، لكن كل هذه الجهات، المجلس الرئاسي، المؤسسة الوطنية للنفط، مصرف ليبيا المركزي، كلهم يتبادلون الاتهامات في حالات اختلاس تقدر بمليارات الدينارات وبمليارات الدولارات. ما حصل اليوم هو يؤكد نقطتين أساسيتين، إن المشاكل التي تطفو على السطح بين رؤساء هذه المؤسسات دائما ما تكون تحركها أطراف مسؤولة عن تحريك الميليشيات والمجموعات المسلحة الخارجة عن القانون في العاصمة طرابلس. النقطة الأخرى تؤكد هشاشة الوضع الأمني، على الرغم من تعهدات وزير داخلية حكومة الوفاق فتحي باش آغا الذي أصدر بيانا بعد حادثة اليوم وقال إنه سيفتح تحقيق وستطال العدالة كل من كان وراء هذه الحادثة اليوم، ولكن هذا يؤكد حقيقة واحدة، إن كل المؤسسات السيادية الموجودة في طرابلس لا تستطيع القيام بعملها إلا بمباركة أو بموافقة أو بتوافق مع أمراء الحرب أو قادة المجموعات المسلحة الموجودة طيب في العاصمة طرابلس. الآن بس عشان نفهم، الآن لو أن هذه المجموعة والعصابة يعني هاجمت البنك المركزي في طرابلس أو أي جهة أخرى كان ممكن أن تفهم، لكن مكاتب يعني مؤسسة النفط في طرابلس يعني ليست مخازن النفط وليست يعني خزائن أموال، الضغط هنا الضغط على يعني بهدف ماذا تحديدا؟ الهدف السياسي المطلوب من التخويف هنا ما الذي يمكن أن يكون؟ طبعا الى حد الان على الرغم من ان المجموعه قامت بمهاجمه المقر في وضح النهار وفي مرأى ومسمع من الجميع وفي وسط المقر، بالمناسبة مقر المؤسسة الوطنية للنفط هو في وسط العاصمة طرابلس، إلا أنه إلى حد الآن لم يعلن عن من الذي قام بهذا العمل ولمن تنتمي هذه المجموعة ولمصلحة من تعمل هذه المجموعة، وهو مربط الفرس هنا أستاذ حسين دعني أقاطعك، لمصلحة من تعمل هنا ألا يمكن أن نرجح هنا أنه فعلا ممكن هذه فعلا خلاف داخلي في طرابلس لكشف مثلا فتحي باشاغا ربما الذي يحاول أن يحصل على يعني دعم من فرنسا ومن مصر ومن دول ومن أنقرة حتى لتوزير نفسه، وبالتالي قوى موازية لفتح باشاغا في طرابلس هي التي تحاول أن يعني تظهره على بمظهر الضعيف.
شوف، يبقى وزير الداخلية هو المسؤول سواء كان مباشرة أو غير مباشر، يعني بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر. بشكل مباشر إذا كانت هذه المجموعة تتبع وزارة الداخلية أو ضمن المجموعات المرتبطة بوزير الداخلية فهذه مشكلة أساسية، وهذا وبهذا لا يمكننا وصفه بوزير، بل هو برئيس عصابة أو بأمر حرب، أمير حرب، ولا أو بشكل غير مباشر يبقى من مهمته الأصيلة هي استتباب الأمن وحماية المقرات الحكومية، ولا سيما المقرات السيادية، المؤسسة الوطنية للنفط من المقرات السيادية، مثلها مثل مصرف ليبيا المركزي، مثلها مثل مقر رئاسة الوزراء، مثلها مثل السفارات والقنصليات وغيرها من المؤسسات الدبلوماسية الخارجية. فتبقى مسؤولية بشاغة مباشرة أو غير مباشرة هو مسؤول بشكل كامل وبشكل مطلق. لو عرفنا من تتبع هذه المجموعات أو لمصلحة من تعمل، قد تكون لمصلحة محافظ مصرف ليبيا المركزي باعتبار أنه الآن تعرض إلى ضغوطات. طيب. ومتهم باختلاسات، وهناك ملف يجب أن يفتح في التحقيق لاسيما بعد سحب صلاحيات تكليف رئيس مصرف ليبيا الخارجي عن طريق المجلس الرئاسي وليس عن طريق المصرف المركزي. نعم. أشكرك شكرا جزيلا ضيفي من القاهرة نائب رئيس تحرير بوابة أفريقيا حسين مفتاح.